ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصين لتورطهما بقضايا ترويج مخدرات، وكذلك الاعتداء على شخص آخر بسلاح أبيض منذ عام بسبب خلاف بينهم. أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن المحتوى المرئي المتداول لشخصين يعتديان على آخر بسلاح أبيض منذ عام بسبب خلاف بينهم إثر هروب المعتديين من حادث مروري بمركبة مستأجرة، ولم يتقدم المعتدى عليه ببلاغ للجهات الأمنية في حينه، وتم القبض عليهم لاحقا في قضايا ترويج المخدرات.